صوتكم موضوع مهم برشا ومطروح بشدة عند الناس. اش خلى هاني موجود معنا اليوم؟ قال باش نحضر الديبا واني موجود وريت التفاهم نتاعه. باش نريد التفاهم البين شفتوا نتفاهم باش نقعدوا عاقلين وسكتي. ما شاء الله عليكم، ربي يحفظكم. سينو بحذنا سيرين بكار عادت من جديد، اهلا وسهلا. مرحبا مرحبا ربي، كيف الحال؟ الحمد لله. بسم الله عليك، كنت بقربه شويه. شرفت عليك. يعيشك يعيشك سيرين. سينو كما قلت لكم موضوعنا اليوم العلاقة توكسيك. قول مسال هالكلمة، أنا عرفت إنسان توكسيك ولا كنت في غولاسيون توكسيك، شنو هي العلاقة هذه؟ نبدأ بتفسيرها الساعة. هلوخ بيه، نحكيه على علاقة توكسيك وقت اللي نمط التعلق وإلى لستيل داتاشمو اللي احنا نديفلوبيوه وقت اللي احنا صغار ما يكون مختلف ما بيناتي انا والبارتنير نتاعي. تنزيد بار لا سويت من بعد نحكي على لي ستيل داتاشمون، كان ساده المشاهدين يحبوا يعرفوا اكثر. خليو التفاعل يتم من هنا. دونك قلنا العلاقه السامه وقت اللي نمط التعلق ما يكون مختلف ما بيناتي انا والبارتنير نتاعي والا ما يتماشاوش مع بعضهم. نجم انا بلوتو فما زوز انواع نتاع تعلق، الصحي اللي هو سيكور والتعلق الغير صحي اللي هو انسيكور. باغ اكزومبل نبدا انا اونكسيوز ونبدا اون دوموند باش انه البارتنير نتاعي يقول لي برشا كلام حلو ونبدا نحب نحس روحي ايمي اي ديزيري. باغ كونتر هو تلقاه ايفيتون ويخاف من انه يقرب، وعلى قدر ما انه يحس روحه قرب يبعد باغ لا سويت. وهذايا اللي يخلي باغ لا سويت تخلق تونسيون وقلق ما بيناتي انا وياه، ومن هنا تتنشا العلاقة السامة وزوز ما نكونوش ساتيسفي. وبطبيعة أبار ميزا بار لو ستيل داتاشمون اللي حكينا عليه توا، زاد ظروف الحياة هي اللي ترد علاقة صحية إلى علاقة سامة. باغ إكزومبل لا ديفيرونس ما بينات المعتقدات الأفكار، لا ديفيرونس ما بينات اللي احنا أنا وياه الزوز ما عندناش لا ديفينيسيون نتاع إنه نكونوا عندنا لو ميم كارييغ، لا ديفيرونس في البيرسوناليتي، هذايا اللي يخلق علاقة سامة. ونحب نذكر الكارير معناه اختلاف مهني، معناه مش المهني فوالا والطبقة هكا ولا اكزاكتومون. وينجم يكون حتى فوالا، وينجم يكون حتى اون غولاسيون ا ديستانس تخلق غولاسيون توكسيك، ملي تكون سان مع بعضهم الزوز كي يبعدوا وقتها لي تري دو توكسيسيتي يتخلقوا ما بينات بعضهم. نحب نفكر زايده انه اي كوبل في اي كوبل في الدنيا هذه يتعدى بدي كريز، وانه فما زوز انواع نتاع مشاكل. فما المشاكل اللي هما خفيف يعني ينجموا يتحلوا حتى بون كومونيكاسيون اوفيرت والا بدي كومبرومي، وفما المشاكل اللورد شويه اللي كما قلنا معناتها ليه بالمعتقدات وبالافكار نتاعنا اللي نتحطوا باغ لا سويت ما بيناتي انا والبارتنير نتاعي في دو سيتوياسيون، سوا جاكسبت سوا لا. انا والله تدخل رشيق، علاش؟ خاطر والله قلت كلمه حبيت جو روبوندي عليها. هو انا ديما نحاول نفسر الحياه اون جينيرال دان بوان دو فيو ديني، هذيك الطبعه نتاعي. العلاقه كيما حكينا المره اللي فاتت مش حب، العلاقه كيما اللي حكيت مريفات اللي هو الموده والرحمه. الموده والرحمه شنو هو؟ تنجم تسيلك مع اي انسان، يعني يشوفي انك الانسان اللي مقابلك اللي انت تتعايش معه انك تحترمه، انك تعطيه قيمته، انك تسمعه. اللي هو يصير مش حتى كان في العلاقات الزوجيه، راه حتى في العلاقات نتاع الزماله يعني في خدمه ولا في اي حاجه. ما لازمكش تكون تبادر بالسلام تصبح، تكون بشوش في الصباح، راه سي دي بوتي ديتاي اللي نجموا يضروا علاقه. انك مثلا كان في الصباح انت ما تبسمليش ولا ما تقوليش صباح خير وتعدي لي كل انرجي تاعك بيان سور، نولي انا تعدي لي لا نيجاتيفيتي نتاعك، نولي انا مش نكرك مي ما نحملكش من غير ما نفيق. دونك خلي انسان يسكن معاك فرد تحت سقف. دونك انك تصبح في الصباح، انك تعدي لا بوزيتيفيتي، انك تشكر تقول ميرسي اللي هي حاجه مهمه جدا، خاطر نحن عندنا مشكله الميرسي هذه راهي صعيبه برشا. ما تخرج كلمه هذه حق مكتسب حاجه غير عاديه. الميرسي وسامحني الزوج فوالا. ميرسي سامحني صحيت هاني، لازم واحد يقول سامحني، لازم الانسان يكون سوبل ما يكونش ريجيد كما يقول الرسول نسيتها انا صلى الله عليه وسلم، لا تكن لينا فتعسر ولا تكن نسيت الكلمه صلبا فتكسر. صلبا فتكسر صحيح. دونك واحد لازم يكون اللي هو هذايا سي 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 يونيفرسال، وهذايا الكل لاباز نتاع كل شيء. انك انت باش تنطلق في حياتك مع انسان
لازم نفسانيا تحس روحك تنجم تمشي معها, لا مدوش علاقة بالحب. إذا نظرت إليها تسرك, يعني أنا كي نغزل الإنسان نحس روحي نحب نتبسم, نحس روحي فرحان وما نعرفش علاش, ما يسموش لا حب لا حتى شيء, يعني فما كوراي نجم يتعادى تناغم صحيت. دونك هذا هو كي يبدأ الكل موجود, غير ما ندخلوا في الديتاي نتاع علاقة سامة. علاقة سامة حسيت روحك كذا الكل مش موجود, هز روحك ومشي. هذا اللي باش نجيو من بعد في اخر في اخر الديباب, بس العلاقه السامه مش نحددوا فيها اصلا ولا به. هي فسرت لنا شنو هي العلاقه السامه تويكا سيرين بكار, شنو الاسباب نتاعها؟ لانه قبيله كنا نحكيو في الاوف فكانت اسباب غريبه عجيبه اللي هي مثلا ترجع بينا للصغر. وي وي. هو ان فيت ديما سؤال نسمعه, علاش انا ننجذب لي بيرسون توكسيك؟ La réponse, elle est tout simplement وقت اللي انت تعيش dans un environnement en particulier العائلة وين موجودين les relations toxiques. Donc انت tu vas intégrer les schémas dysfonctionnels متاع العائلة هذيك, وباش par la suite كي باش تكبر باش تتعامل مع البارتنير متاعك en fonction des schémas اللي انت développitهم voilà d'une manière inconsciente. دونك لي شيما هذوكم باش يوليونا عاديين اي فاميلي. يعني انت تعلمت انك تحب وتتحب بالاساءة اللي انت كبرت عليها في الصغر اللي اكتسبتها, خاطر احنا فطريا نتولدوا معنين محبين برشا وكذا اللي كنت تعلمها بحكم العائلة. اكزاكتومون. والاساءة هذيك اترجمت الى حب. ساعات تسمع امرأة تقول تعرفت عليه كيني نعرفوا عندي قبل, كيني نعرفوا عندي برشا. انت تعرفوا عندك برشا, الاساءة هذيك بالحق تعرفها عندك برشا وحافظتها. انت ديجا عشتها. فوالا فوالا. فما شكون زاد يقول انه بالرغم اللي هي تتعامل معايا بالخايب اما انا نحبها, اما هما زوز غير ما يعرفوش انه هما تعلموا يحبوا بالطريقه هذيك, انه هما انجذبوا الى الالم والى الاساءه اللي هما حسوها دي لا بتيت انفونس وكبروا بها وترجمت الاساءه هذيك الى حب. دونك بور ريكابيتولي باش نختصر هذه الكل, انه العلاقات السامه راهي تبدا من محيط سام احنا عشنا فيه من اللي احنا صغار, يعني ديفلوبينا والا كوننا انماط نتاع دي شيما والا دي بونسي ديسفونكسيونيل نتاع علاقات معينه وكبرنا بهم ونعاودوا فيهم بطريقه غير لاواعيه. ساعات نعرف زي اللي كنت تسمعه مثلا هكا في مع الاصدقاء ولا كذا, يقول كي نحسها تشبه الامي ولا نحس وشبه البابا, ديما نربطوها ولا تقعد تلوش في الشخص هذاك بناء على العائله نتاعك. exactly. ولا الاب ولا الام. اكزاكتومون. سي دي موديل ريشيرشي ساعات معناتها العباد يلوجوا عليهم ولا حد كيما بابا ولا حد اي. صحيح صحيح. كما قلت معناها انه انا فما طفل صغير هذيك هو تعلم انه يحب الطريقه هذيك, الطفل هذيك كبر وعرس بطفلة أخرى, عرس براجل آخر اللي هو ديجا عنده طفل صغير في معبي كله صدمات. ونلقى روحي أنا في العرس معناها وقت اللي أنا عرست نلقى روحي أنا فيكسي معك الطفلة اللي عمرها 7 سنين وهو كيف فيكسي مع العمر متاع المرأة اللي يعرفها. فوالا اكزاكتومون. دونك أنا نلقى روحي في أشاك فوا حاجتي بشكون الماكومباني وقت اللي انا باغ اكزومبل معرسه. دونك انا نلقى روحي في اي مشكله نكلم امي نقول لها راهو كيما قال رافع ما قاليش صباح الخير الصباح, ما عاملنيش بالباهي, وهو كيف يهز تليفون يعاود كل شيء الام. هاي ما رجال ما يعاودوش راه ما طيبتش. الطفل الصغير رجال ما يعاودوش. الطفل الصغير عند الرجل. تفضل زين. كنت حاب نقول حاجه. دونك انا عندي حاجه. ويختلفوا الرجال مش الناس الكل كيف والنساء وكل شخص راهو الفكره نتاع الفردانيه وكل واحد متفرد بكيفاش يخمم وشنو هو ساعاته وشنو الحب بالنسبه لي. الحاجه اللي تحكي فيها سيرين وعندها الحق, اللي ساعات الناس يعملوا يحبوا بطريقه تخيمه لدغوات والحب هذاك موروث ولا تابع على الدين نتاعنا في طريقه الحب, وذاك علاش الناس لازم تراجع روحها. انا عندي سؤال باغ كونتر سيرين, خاطر برشا ناس ولاو يقول لك انا تعرفت على واحد توكسيك, ولا واحد يقول لك تعرفت على واحده توكسيك وكنت في علاقه توكسيك, ولا فما شويه استسهال في استعمال الكلمه. وفما حاجه اللي نقول انا معناتها كان الناس الكل تعرف على شخصيه توكسيك, مالا انا شنو ما فهمت. دونك كيفاش نعرف اللي انا زاده نجم نكون في علاقه انا هي الشخصيه التوكسيك؟ كيفاش نبدا عندي الوعي هذا باش انا نفيق وما نرميش بكل سهوله الغلطه على الطرف الاخر؟ باش نعرف روحي اللي انا في ريلاسيون توكسيك تو سامبلومون راه هو يساجي
احساس اللي انا مانيش مرتاح في العلاقه هذيك، ما عادش نتصرف كيما انا، وليت العلاقه هذيك تزيد فيا، تزيد عليا بلوتو، ما عادش تزيد فيا. مش نولي ان نخمم برشا، نولي ما عادش مرتاح، نولي ما عادش فرحان. اون بيرسون توكسيك، نجيو توا لي كاركتيرستيك نتاع اون بيرسون توكسيك، ريالمون يستعمل المانيبيولاسيون باش يوصل للحاجات اللي هو يحبهم ويتحكم في الشخص اللي فوالا. لازم يكون ديما فما كنترول على الغولاسيون. اون بيرسون توكسيك هو ما يتعاطفش مع الانسان الاخر، يعني ما يحسش بيه. يعني انا وقت اللي انا نجي نحكي له على مشكله ما 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 معناها ما يسمعكش، ما يتعاطفش معاك. دونك غيالمون هذوما هما اغلبيه لي بيرسون لي كاركتيرستيك نتاع اون بيرسون توكسيك. نجم نكون انا اون بيرسون توكسيك في وسط ريلاسيون، اما في بليش باش نعرف روحي ما نجمش. كان بالتشافي، كان بالتشافي. كيفاش المرحلة نتاع التشافي؟ شنو لازمها معناتها؟ لازم كيفاش واحد ياخو يبخون كونسيونس ويقول انا لازمني نعالج روحي من لي تروما دونفونس نتاعي باش انا نعيش لاباس ونختار الشخص اللي عايشني لاباس. وقت اللي تتكرر ا بليزيور ريبريز كي ندخل في ريلاسيون، مرة ما تمشيش، مرة أخرى ما تمشيش، وقت اللي انا حتى في وسط الريلاسيون مرة واثنين وثلاثة يتعاودوا نفس الأغلاط ونلقى روحي نتصرف بنفس الطريقة وانا مانيش واعيه. دونك ريالمون التشافي اولا اني انا هي لا كونسيونس، يعني حبيت نقول انه مش لازم فوالا الوعي انه فما مشكل، انه نفس المشاكل مع بليزيور ريلاسيون قاعدين يتعاودوا. شنو هو المشكل هنا؟ وقتها انا نعمل بوان دانتيروغاسيون ونمشي كان هكا الاخصائي باش يعاونني، باش نسمع لي بونسي نتاعي، باش نحل اصلا الصدمات باش نسمع روحي وباش نكتشف الصدمات اللي انا عشتهم في الصغر نتاعي. حبيت نقول انه قبل ما نلوجوا على شريك حياه مناسب، المهم اني نتشافى دو ان باش انا نكون بخي الغولاسيون أخرى. رد بالي من نمط العلاقات اللي أنا ندخل فيهم، رد بالي من الطفل الداخلي اللي متعلم الحب بالغالط. نمشي نعالج، وحتى كان أنا في وسط معناتها معرس ولا في وسط غولاسيون راهو سوني جامي تخو تاغ، ما عمره ما التشافي عنده وقت في أي عمر، في أي وقت تنجم تمشي تتشافى وتهز معناتها تو أكومباني البارتنير نتاعك يتشافى معاك وهكاكا تخلقوا علاقة صحية مبنية على الحب الحقيقي مش الحب الغالط. وراو حتى في التعليقات لهنا يقول لك انا مثلا كمثال نرى انه امي وبابا كعائله هم عائله مثاليه والكوبل المثالي، فانت في حد ذاتك ما تعرفش كهم معني غالطين ولا قاعدين صحاح، خاطر جينيرال مونيس كل للمثال الاعلى نتاعنا. والله انا فما حاجه تو جبت ان اكزامبل بي، انا نشوف العلاقات القديمه الكل مالجري اللي ما كانوش يعرفوا بعضهم من قبل، يعني جدودنا وكل شيء كانوا مرته يعرفها نهار العرس، يعرفوا بعضهم نهارت ودوم العلاقه ويجيبوا صغار ويربيوا صغار يطلعوا متربين بالكدا وكونوا يعني الجينيراسيون اللي سبقوا. ديما انا نقول على الجينيراسيون تاعي، الجينيراسيون اللي سبقونا ديما خير منا. كيفاش يعني وين ما كانوش يحكيوا على توكسيسيتي ولا كومونيكاسيون ولا بدنا نو كانوا يعيشوا العشره كانت فما موده ورحمه بالعكس كانوا الناس قبل قبل يقول لك الدرك يهزوا واحد باش الدنيا تمشي. احنا بنحبوا الدرك يهزوا واحد ولا يحبوا يعيشوا سعاده. كانت لي غولاسيون بازي على الموده والرحمه اي سورتو على الصبر، خاطر نحن تو ما عادش فما صبر. نحن يدخل يحل التيك توك كل شيء يشوف اخصائي يتكلم واحد يقول انا لا غولاسيون تاعي شهر شهرين عرس ولا ثلاثه شهور عرس سي بون عندنا مشكله لازم نصلحوها. ما تنجمش تعرف نقول لك فما حاجه مهمه على الاخر انت تو قلتها ما نعرفش انت واعي بها كومبليتمون والا اللي قلتها فطريا معناتها بالكدا صبحت انت ديما تبدا واعي لا لكن قلت حاجه مهمه على الاخر. فما في لي كوبل القدم حاجه ياسر مهمه اللي كل طرف عنده تحمل المسؤوليه. فما طريقه كبيره نتاع تحمل المسؤوليه رجال ونساء. اليوم يمكن انكور اون فوا انا جي لامبرسيون اللي فما يمكن هروب من تحمل المسؤوليه ننساو اللي الغولاسيون راهي خدمه سي ان ترافاي. لازمك تخدم باش الغولاسيون هذيك تنجح، لازمك تعمل مجهود باش الغولاسيون تنجح. ما فماش احنا قاعدين وهي قاعده تنجح على روحها وحدها، وهذايا فطريا بطريقه طبيعيه الكبار في العمر ولي جينيراسيون الكبار كانوا واعيين به فريمون يتحملوا المسؤوليه بالكدا، يعرفوا اللي هي خدمه وكوتيديان، يعرفوا اللي هو مجهود هو ما ياخذه بالخاطر يترجم في برشا كلمات راهو ويعملوه كما انت قلت من غير ما يبدا عندهم كلمات يمكن علميه
الحميه معناها تو فما استخفاف ولا فما يمكن فما عرفتك القالب وليت علاقه فاست فود كيما فما ايداليزاسيون قالب نتاع شخص حاضر يا زينب عندنا 65 ديفورس عندنا توك بربر محكمة تونس تحكي على عام قديش نحكي على 2 سنة ولا 3 سنة حابين تقول لك في الستينات وغيرها سمي بالانفجار الطليقي ما إذا أنت قاعد تقارن معلومة متأكدة تحب تقولي لي قبل تلاقي أكثر من قبل ملا ترجع باللي شفر وتقارن حبيت نفسادك لو بروبليم سي كو كي يقفوا قدام الحاكم يقول علاش باش تطلقوا يا با اون ريزون ما فماش اون ريزون صحيحه باش تطلق عليه. جلسه الاولى جلسه الثانيه معناها. ليه الجلسه الاولى يوم الجلسه الاولى تبدا المشاكل دي جلسه ولات جوست سوري سور لو جاتو هما يبداو متفرقين. اذا فما اتفاق من الاولى. متفرقين اي انا را انه بالرسمي لازم شويه صبر شويه صبر ما نبداوش نسميو في مسميات كي جراف للعلاقه نتاعنا ولا نحكموا على العلاقه نتاعنا من الاول ما نستسهلوش راك انت كونت عائله راه العائله سي تري امبورتون حكينا فيه الموضوع قبل دونك حاول تصبر مع الشخص اللي مقابلك كيما قلت انت زينب بكري يتحمل التحمل راهي باهيه برشا مش حاجه خايبه اني انا نتحمل اللي نجم يطيح من روحه وما يسالش خلي يطيح ما نحكيو نتحملو نحكيو راهو حاجه مقلقتني راهي حاجه ما نحبش نعيشها راجل كي يبدا متقلق من حاجه يقول راهو هذا ما تساعدنيش انا ما نحبهاش انا نكون سعيد خير كان نعمل حاجه هذه المره كيف كيف معناتها اني نقعد انا نغزل ونمشي نحكي لصاحبتي ونحكي لامي وهو كيف كيف معليش الزوز باقيت ماجيك اون فيت ما فماش اون بيرسون بارفيت الكلنا عندنا النولو نتاع الحاجات الخايبه والحاجات اللي نعملوها ونسخايلوها حب وهي يمكن تخنق العبد اللي قدامنا وماهيش حب ولازمنا نحكيو فيه فما معناتها نسخايلو اللي الناس انبياء ويحيوا على الناس ان الشخص اللي قدامه لازم يوحي عليا شنو نحس وشنو نعرف وشنو نعمل وشنو اللي يعجبه جست نرجع شويه الكلام رافع انا موافقه معناه في الاغلبيه نتاع كلامه فما بعض المصطلحات مش الكل فما بعض المصطلحات فما بعض المصطلحات اللي حسيتهم دي كليشي مش دي كليشي اما هكا اون جينيرال برشا كيما الصبر وكذا وكذا اوكي الناس الكل تعرف شيء ذا لكن الفائده في التطبيق في بالي معناه مش الفائده في او جست كلام على صابرين الناس الكل تنظر في في الموضوع هذا حاب نسال الدكتور على انت حكيت زين وقبيل على شخص توكسيك كيفاش شخص يميز يعرف روحه توكسيك والا شخص سوي كيفاش نجم يميز معناها المرحله قبل الكونسيونس شخص معاه ولا هو كما قلت هو هو منعرفش كان اللي هي جاوبت عليه قبل انت لازمك تكون طبيب روحك ساعه ومن بعد تلفت العبد قالت ما تدخل العلاقه باش ما تلقى كي اون فيت هي قالت تعمل التوكريتيك نتاعك باش من بعد تشوف بيان سور هي قالت وقت اللي تدخل في علاقه تلقى روحك انت ديما تعمل في نفس الحاجات ديما مع نفس الاشخاص وديما تعمل في نفس الغلط اي سالت على المرحله قبل الكونسيونس كيفاش توصل للمرحله نتاع الكونسيونس معناها باش يفرق اي ديجا جاوبتك يا هاني كي تلقى روحك تعاود في نفس الغلط من عندك ما يكونش توكسيك نجم تكون حاله اخرى وقت اللي ترجع في روحك انت تو ولا شنو نجم يكون كما حكينا معناها نجم يكون ما يكونش توكسيك يكون بيبولير مثلا كيفاش يميز لازم يميز هذه باش يفهم حتى لمالادي حتى لمالادي بسيكولوجيك ان سارتان مومون فيها شويه توكسيسيتي معناها خاطر فما وخاصه كي يبدا مسكوت عنها فوالا خاصة كي تبدا العبد يخبي فيها على خاطر باش يصاب بالوصم المجتمعي وقت اللي يحكيها اكثر يتقبل اكثر دونك الناس الكل تعيش مرتاحه اكثر راهو اكثر حاجه خايبه ظهر لي هيك التخبيه والسكيت انتم ما عشتوش يا ولد زينب يخاف يولي وصم راهو اي ما هذاك علاش لازم نكبروا الوعي نتاع المجتمع رانا الكلنا مختلفين كلنا عندنا اعوارنا الكلنا عندنا حاجات اللي هي اصعب في التعامل معناتها من الغير وفما اختلاف فما اختلاف يتشاف جسديا وفما اختلاف نفسي وراهو الكل موجود انا والله العظيم فما سيري انا عجبتني على الاخر وقتها خرجت على امازون برايم اسمها مودرن لوف او الحب العصري وفما حلقه يحكي على سيده اللي هي جوستومون عندها لابيبولاريتي وهي افوكات ذكيه جدا بيرفورمانت جدا في الخدمه لكن عندها الاختلاف النفسي هذا وكانت مخبيه على الناس الكل على علاقات العاطفيه على البيرو نتاعها في الخدمه على الناس في عائلتها باش ما يعطيوش ولا ما يعطيوهاش الوصم هذاك اللي هي مختلفه نفسيا تحس بالشيء وقتها وفما شكون صدقتها في البيرو تقول لها راه باش يطردوك انت قد تغيب في كل مره في البيريود داون نتاعها راك باش تقعد تغيب راك باش تطرد وافكتيفمون يوم من الايام تطرد بالرغم اللي بيرفورمانس نتاعها وقت اللي قعدت معاها وقررت انها تبوح لصاحبتها بالاختلاف النفسي نتاعها وصديقتها سكرت التليفون قالت لها اوكي هاني قاعده نسمع فيك قلت وتنفجر الممثله بالبكاء تقول لها اسر انت تنجم تقبلني حتى لو كان انا هكا في فتره القبول هذيك ولا مرحله القبول لا التنسيون كلها طاحت
دانكو ما تيوريك في الحلقة كيفاش راهو من أغلب الحاجات ولا من أكثر الحاجات اللي تعمل التنسيون في مجتمعات كيما المجتمعات المحافظة متاعنا اللي هي فما بختي في الـ في الـ في الكولتور الكونسير ماتريس باهية فما حاجات خايبة جدا أنه ما فماش علاش إنسان مختلف كلنا مختلفين الكل هذاك يقابل بالرفض واللانكومبريونسيون والوصم وبيه وعلي وقت اللي يبدأ يعيش في مجتمع فيه قبول الناس كلها تعيش أسعد وبطريقة أبسط بكثير. إذا أحنا عشنا ولا نعيش وتوا في سوسيتي ما تنجمش تقبلك وسي حصل ما حصل ولقيت روحك في علاقة كما قلنا التوكسيك كيفاش نجم نخرج منها؟ شنو الحلول؟ شنو نجم نعمل معناها؟ أول حاجة كما قلنا لا كونسيونس إنك أنت ديجا فما 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 مشاكل قاعدين يتعاودوا دون فاسون متكررة دونك أنا نمشي أولا للثيرابي نعمل ثيرابي وإلا نمشي نعمل ثيرابي تكوبل كان أنا معناتها أون ريلاسيون سينو وحدي نمشي نتشافى وحدي بي أبخي وقتها وين نجم جونتام أون أوتر ريلاسيون دونك وحدك غيالمون ما تنجمش تتشافى من الصدمات فوالا ما تتنجمش وحدك تتشافى من الصدمات نتاع الصغر بلي عشتوش لي ريلاسيون توكسيك قبل زينوبا والله انا ما نعرفش حتى كيما قلت لسيرين وانا معناتها صريحه جدا ساعات نقول بالك انا زاد نجم نكون توكسيك بالك انا زاد مش قاعده نقدم للشريك نتاعي في الحاجه اللي هو يتمنى يكون ما نعرفش نحب هذاك علاش نسال فيكم المره اللي فاتت وسؤال حقيقي هل فعلا تعرف تحبه ولا ليه معناتها سؤال نجم يكون يعرفش اسكي هو يعرف ولا يستحق انه الناس تجاوب عليه فعلا بينها وبين روحها راهو معناتها مهم انك تكون في مرايتك انت بينك وبين روحك حقيقي مع نفسك فالحقيقه ما نعرفش ننصحك بالاخصائي ياسين انا والله نكون سعيده جدا اما تنجم تجاوب على الحاجات البين على اللي طرحته مشمول مشمول بالاجابه مشمول بتاتر نجم نكون انا راني كنت توكسيك نجم نكون طبعا نجم نكون خاطر الكامل بيان سور نجم يكون بوتيتر انت تصير لك حاجات في حياتك وي دون تا في بروفيسيونيل يصير لك برشا عكس تصير لك برشا حكايات تولي ترد لك بوتيتر نجم تكون توكسيك بارابور للبيرسون اللي معك علاش لازمنا برشا صبر انا حكيت على خاطر التوكسيسيتي اللي خارجه من عبد سافا با دير انه هو بوتيتر توكسيك لا بوتيتر هو عايش في فتره اللي تخليه بوتيتر يولي توكسيك صحيح لي كونديسيون علاش ما تنجمش تحكم خاطر انسان توكسيك بطبعه يعني كبر بها جو بونس كو سي غراف على الاخر غراف برشا مش غراف بقدر ما انه ابارتير دو مول تولي واعي تنجم تشفى وتنجم انت تعيش سعيد لا يا زين تتذكر لك الحياه الحياة تزك مشتا حاجة صعيبة حاجة صعيبة طبعا ولا مش ولي توكسيك شفت المصطلحات كما نقول لكم الحياة قاسية نرقوا شوية ببعضنا نكونوا ببعضنا شوية رحمة وشوية رحمة ورأفة بقدرة ربي كل شيء لباس شكرا لك رفا شكرا لك هاني شكرا لك زينب شكرا لك سيرين بكار شكرا لك فاروق سامي وشدلية ابتسام شويخة شوية خرجيكم في هنا تونس وقبلها تلقاو مريم كديرة في اخر المستجدات الاخبارية الجوية الوطنية والعالمية احنا هكا نوفيو حصتنا لليوم بحول الله ملتقى تلقانا غدوة في الأمان وباي باي